عرفنا يكون معانا مدام نيفين ثروت باسيلي مدير برنامج اين انت ورئيس مجلس اداره نادي امون. مدام نيفين صباح الفل. صباح الخير عليكم يا حلوين. صباح الفل عليكي يا مدام نيفين. وكلنا طيبين، الست العذراء جت لنا كلنا. كل سنه وحضرتك طيبه وبألف خير. ربنا يخليك يا هبه. الظهور ده شافوه مسلمين ومسيحيين ومن كل طوائف الدنيا. صحيح. كل سنه وكلنا طيبين، ودايما يا رب تبارك بلدنا وجيلنا. يا رب. امين يا رب. ثانيا اعذروني عشان دور البرد، فلو لا ألف سلامة. ألف سلامة يا مدام نيفين. ألف سلامة عليكي. انتوا كنتوا اتكلمتوا عن الكتاب. ايوه. الحقيقة الكتاب في حياتنا بالذات الجيل بتاعنا كان حاجة مهمة جدا، يعني أنا بابايا ومامتي كانوا بيشجعونا جدا على القراية لأنهم من هواة القراية. ايوه. واللي استفزني أطلبكم النهاردة. ايوه. إن أنا اتعلمت حب القراية وإحدى هواياتي وأولى هواياتي من الطريقة اللي بابا وماما علمونا بيها إزاي الكتاب ده حاجة مهمة في حياتك. صح. ده الصديق اللي ما يسيبكش ويقوم يزهق من كلامك ويمشي. صحيح. مفيش الكلام ده. من كتر ما اتعلمنا حب القراية أنا لحد النهاردة رغم قد ما أقرأ على أونلاين لكن بحب جدا وبستمتع زي ما هبة بتقول كتاب الورق بالورق بالكتاب نفسه في إيدي، مسافرة مسافة طويلة، قاعدة في البيت في أي ظروف أي حاجة، الاستمتاع بالورق بيخلي تركيزك أكتر. صحيح. وبتستمتع وزي ما بنقول بنحط خط تحت جملة عجبتنا. أي. صح. تحت حاجة. الكتب علمتنا كتير. أي. أنا في مرحلة الجامعة بتاعت الجامعة الأمريكية من كتر ما الواحد كان يعني موضوع القراية ده مهم جدا زي ما أهالينا علمونا. كنت بكتب شعر عربي وإنجليزي. النهاردة كبرنا وكل حاجة لكن برضو مش قادرة أبطل قرايه، القرايه دي حاجه حلوه جدا. انا لسه ايه انواع الكتب يا مدام نيفين؟ يعني ايه انواع الكتب اللي تحب تقريها؟ انواع الكتب اللي احب اقراها الكتب الدينيه والطقسيه يا اسحاق، وكمان الكتب العلميه. يعني افتكر كتاب قريته وانا كنت مثلا في ثالثه اعدادي او كده، كان اسمه قوه التفكير الايجابي، ده كان طبعا طبعا انا عارفه طبعا. كاتب امريكاني بالظبط رائع. ايام الجامعه قريت انطلاق الروح لسيدنا البابا عربي وانجليزي. فالكتب بتبقى يعني في كتب انت ما تقدرش تنساها، قرينا كتير لكن في حاجات ما تقدرش تنساها. زي مثلا كتاب اللي عمله الانبا يؤنس المتنيح بتاع الغربيه، بستان الروح. بستان الروح. ايوه. في حاجات علامات في حياتنا. فدي بتبقى مؤثرة، لكن زي ما بقول لكم القراية بالورق بالنسبة لي أنا ما أعرفش والجيلي الاستمتاع بالورق حاجة مهمة جدا. يا مدام نيفين الحاجات اللي حضرتك يعني احنا عارفين بتكتبي حاجات جميلة وحاجات شعرية وخواطر وتأملات، أكيد الحاجات دي كانت حصيلة السنين اللي يعني حضرتك اتربيتي على حب القراية، شكلت شخصيتك ووجدانك فبقت تخرج في صورة الحاجات الحلوة اللي حضرتك بتكتبيها. ده حقيقي فعلا يا هبه. ده انا عايزه اقول لكم سر يمكن ناس كتير ما تعرفوش. اتفضل. بسبب اهتمام امي في مرحله ان احنا في الدراسه بالحاجات والكتب كان كل الحاجات تجيبها لنا، كانت تشتري لنا ميكي بنفسها والحاجات دي. طلع عندي حب الرسم والتلوين. برضو في الحكايه دي بس يمكن الكتابه غلبت اكتر. لكن ده حقيقي اللي بنتاثر بيه في طفولتنا هو اللي بيفضل معانا. صحيح. بدليل ان بعض اسامي الكتب المهمه الحلوه هي مش بننساها. صحيح. وحضرتك نقلتي او اتعاملتي بنفس الطريقه اكيد مع يعني اللي بنتربى على حاجه بنربي اولادنا عليها، على حب الكتابه، اكيد عملتي كده طبعا حضرتك مع اولادك. انا حقيقي فعلا عندي ابن يهوى القراءه جدا، ابني الكبير، وبنوتي الصغيره تهوى الرسم والفن عامه جدا، وكل رسوماتها حاجات كويسه وحلوه. ف زي ما تعودنا فعلا بنربي ولادنا حتى من غير ما نحس. انا ما قصدتش اوجههم لكده، لكن البيهيفير بتاع الاباء بيتنقل للابناء. طبعا. زي الخدمه، انت مش هتعلمي من الخدمه لكن اشوفك بتعملي ايه فبيعملوا زي. صحيح. بالظبط. صحيح. شكرا لحضرتك ويوم جميل وكل سنه وحضرتك طيبه. بمناسبه ظهور العذراء في الزيتون انا عارف انك بتحب العذراء يعني. جدا قوي يا خالص يعني. نورتينا وصباح الفل عليكي وكل سنه وحضرتك بالف خير يا مدام نيفين. كل سنه وانتم طيبين ودايما العذر في بيوتنا ومفرحانا. امين امين. فرحتينا بمداخلتك وصباح الفل.